البرنامج هو برنامج الخرائط، طبعا كلكم تعرفون برنامج الخرائط وأغلبكم يستخدم هذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل على البرنامج، نضغط أول شيء تحديد الموقع اللي هو هذا. بعد تحديد الموقع نروح على السيرش، نكتب الكعبة، الكعبة، نسوي بحث. بعد ما نسوي بحث تطلعنا الكعبة، نصغر الخريطة، نصغر الخريطة زي ما انتم شايفين، نسوي تصغير للخريطة. طيب يجي الموقع اللي انا فيه، الموقع اللي انا فيه يجي فين؟ هنا. طيب الازرق، اللون الازرق هذا المفتوح اللي اتجاهه على فوق، هذا اتجاه وجهي، يعني انا الحين متجه وجهي الحين اتجاه الشمال، وانا ماسك الجوال كذا، ماسك الجهاز، الف 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 وانا واقف، الف الف الف، ايوه كذا انا اتجهت للقبلة، كذا الحين انا اتجهت للقبلة، يعني الحين انا عرفت اتجاه القبلة. هذا اللون الازرق المفتوح باتجاه السهم الاحمر، النقطة الحمراء هذه هي الكعبة المشرفة اللي حددناها. طيب كذا انا صرت اتجهت للقبلة، طريقة سهلة جدا جدا جدا.